رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل وما زلنا مستمرين معاكم في برنامج صباح الشرقية. طبعا مشاهدينا ضيفنا في هذه الفقرة جعل من الرسم هواية له وسعى لصقل موهبته وتطويرها حتى أصبح الممثل الوحيد لدولتنا الحبيبة في مسابقة تعد الأولى من نوعها، هي مسابقة المغرب الدولية الأولى للكاريكاتير. بنتعرف مشاهدينا على موهبة ضيفنا رسام الكاريكاتير فيصل القاسمي، حياك الله ويانا أخي فيصل. مرحبا بكم وأشكركم هالاستضافة ومشكورين على الدعم صراحة. يا مرحبا بك معنا اليوم فيصل. طبعا مثل ما قال محمد انت ما شاء الله عليك يعني مبدع بالفن الكاريكاتيري وعندك هالموهبة بادية ما شاء الله من زمان. فنحن قبل نتكلم عن المسابقة اللي شاركت فيها ومثلت فيها دولتنا ونتكلم اكثر عن هالتجربة، متى بدأت عندك هاي الموهبة؟ الله يسلمك، تقريبا من 7 سنوات كنت اشتغل في البحر، تقريبا محاط من كل الجهات في البحر، فما عندي الا القلم والاوراق. فبديت اول شيء ارسم مديري والمشاركة اللي استوى عندنا في الغسل، فعلى محيط الشركة شوي شوي، والحمد لله بعدين بديت أتعرف على. يعني نقدر نقول إن هالموهبة كيف بالصدفة طلعت عندك؟ أي والله. في الدوام يعني أو في البحر. في البحر. هاي ميزة المدير المشاغب يعني. إذا لما رسلت مديرك كيف كانت ردة فعله؟ والله أنا كنت أرسل حق ربعي اللي في الشركة في الغسل وشوي شوي وصلت له، فكانت ردة فعله شوي يعني الحمد لله تقبلها. خف التوتر اللي فيه، خفت العصبية. لا لا، مثل ما تقول هي متنفس يعني، إذا واحد عنده مشاكل في العمل فيه لازم يتنفس فيها، فأنا هذه الورق والقلم نتنفس فيها والحمد لله مثل ما تقول رب ضارة النافعة. كنت تفرغ طاقاتك بهالورقة وبهالقلم وترسم الكاريكاتير مثل ما قالوا رب ضارة النافعة، فالحمد لله أنا ما كنت أتوقع أن نوصل لهالدرجة يعني. جميل. على طار أنك كنت صح، على طار أنك ترسم وما زلت يعني مستمر في هذه الموهبة، الرسمة عايشة شو رايك؟ والله الرسمة بروحها تتكلم عن نفسها. أنا كنت ناصي شامة بس حطيتها الحين. ناصي شامة. بس يعطيك العافية فيصل، بس صدق يعني ما خلصت رسمنا عدل. لا رسمي الصراحة رسمه وايد حلوة. الحمد لله. ما دام أنك أنت قدامي خلينا نكمل. لو تكمل وأنت يعني أساس إنه نشوف طريقة الرسم. عاد محمد لازم تحين ما تتحرك. أنا ما بتحرك، أنت سألني أنا بتكون ساكت. الواحد يوم بيرسم شخص قدامه لازم يتم ثابت وصنم صدق. ولا عادي انه يتحرك؟ لا والله عادي، في الكاريكاتير ما في مشكله عادي. لان تعرفي الكاريكاتير المفروض يكون رسمه سريعه، فاخذ الملامح الرئيسيه واحاول ابالغ فيها شوي. لا مثل ما شفتي هنا الحين مثلا الحين شو هذا لازم ابالغ فيه يعني اذا رسمتي كذا. حرام مسطره مسوينا بالرسمه. لازم عشان يكون في فكاهه في ضحكه شوي. انزين فيصل، وانت ترسم وتكمل رسمتك، نحن الحين بنتكلم عن مسابقه المغرب الدوليه اللي انت شاركت فيها ومثلت دوله الامارات، هذا التمثيل المميز. كلمنا شويه عن هالمسابقه وكيف شفت هالتجربه وكيف جاتك الفرصه ان انت تشارك في هالمسابقه ايضا. ممكن اغش يعني عادي؟ غش عادي. خذ راحتك. زين، مسابقه الدوليه للكاريكاتير الاولى في المغرب بدا الاعلان عنها تقريبا قبل 4 شهور. والحمد لله لان هي مسوين لجنه منظمه من محكمين دوليين، 8 من المغرب و2 من برا. فكان عندي تحفظ شويه للجنه، بس الحمد لله اخر لحظه شاركت فيها في اخر يوم. والحمد لله هي منقسمه لجزئين، اول شيء محورين، محور افريقيا في عيون الرسامين، والمحور الثاني الرسام ابراهيم المهدي، هو رسام كاريكاتير من بدايته من الثمانينات، بدا في المغرب واشتغل في عده جرايد فنان مثل ما تقول مخضرم، فسوى المسابقه هذه كتكريم له. فمسوينا المحور الثاني للفنان ابراهيم، وفي تشمل 5 جوائز، جوائز الجائزه الاولى الكناري وافريقيا وضربه قلم وخمس جوائز اخرى. نعم. بيكون المعرض تقريبا من 21 ل 23 يوليو ان شاء الله. جميل. فيصل، انت يعني ما شاء الله عليك في هذه المسابقه انت تمثل الامارات، شو العبء اللي تحسه صار عليك في تمثيل الامارات من خلال هذه الموهبه؟ والله مثل ما قلت لك اول شيء كان تمثيلنا يعني شغلي انا على مستوى الشركه فقط، بعدين شوي شوي بديت اتعرف على فنانين في الامارات وبديت اتعرف على فنانين برا. وكبرنا المحور شوي شوي، الحين طلعنا في المحور الثالث. المخرج يقول لنا خلوا فيصل يرسم ويتكلم. اوكي عشان نركز شوي. فمثل ما قلت لك الحين طلعنا المحور الثالث وهو اصعب شيء ان شاء الله، بس ان شاء الله بنبدا ندخل للعالميه شوي شوي. ان شاء الله الله يوفقكم. ان شاء الله يا فيصل. بالدعم اللي عندكم اكيد, أكيد يعني لازم اكيد كلنا ان شاء الله راح نكون معك ان شاء الله. فيصل، يعني اكيد انت في مسابقات كثيره وفي معارض يمكن شاركت فيها غير هالمسابقه. شاركت في مسابقه للمعرض الاول للكاريكاتير في الكويت. نعم. الملتقى الاول للكاريكاتير، وشاركت في عده ورش
وورشة في البحرين في مشاق آرت جاليري، وفي الكويت تقريبا عدة ورش، وفي السعودية ورشة بين ما شاء الله أكثر من ورشة يعني أنت مشارك. أخيرا في كتارة كان في قطر. جميل. جميل. ونحاول الحين نرتب الموضوع هنا وفي الإمارات، والحين في خبر بعد حلو إن إن شاء الله على مستوى الشركة بنحاول نسوي نادي للرسامين، مش على مستوى خبر حصري ها عندنا موهوبين في الرسم. حصلنا الحمد لله الموافقة المبدئية والحمد لله هذا دعم كبير والله من كنت تتريونه من زمان ها فيصل؟ ايه فالحمد لله بكم تعرفي لازم ترى نتبادل خبرات كرسامين فبيكون مكان حلو صراحة. جميل فيصل، يعني تكلمنا عن الجوائز، تكلمنا عن اللي حصلته من خلال هذه الموهبة، الحين بتكلم عن الموهبة نفسها، شو اللي يحتاجه رسام الكاريكاتير عشان يكون موهوب في هذه الرسمة أو هذه الهواية؟ والله شوف الحين في نظرة ناس وايدين عن الفن الكاريكاتير إنه رسم بدائي. فكاهي. لا لا رسم بدائي يعني يقول لك هاي رسام مبتدي، فما ما يتحرون الرسام رسم الكاريكاتير هو غمة الهرم، يعني رسام الكاريكاتير يكون عندهم موهبة تشكيلية كبيرة، وهذه مثل ما تقول كخاتمة خاتمة المسك لكل المواهب. ولازم الفنان يجمع فيها. نعم يعني بالعكس نحن نشوف الكاريكاتير فن وايد صعب ودقيق، لأنه لازم يكون فيه فكرة ولازم يكون فيه في رسالة وهدف توصلها أنت للي بيشوف. بعدين في نوعين من الرسوم الكاريكاتير، في رسومات الكاريكاتير اللي هو في الشخصيات نفس هذه تبالغ في الشخصيات، وفي رسمات الكرتون اللي هي ما تعني فيها شخص معين وتوظف مثلا أجسام معينة عناصر معينة في توصيل الرسالة. جميل، يعني مثل ما نشوف حتى احنا دائما في صباح الشرقية وحتى نشوف في الصحف المحلية ان هناك تكون في اخر الصحيفة تكون في رسمة كاريكاتير، فهذه الرسمة تعبر عن شيء، يعني الاسبوع الماضي كانت تعبر عن الحزام الامان وقوانين المرورية الجديدة، وهذا الاسبوع كانت اليوم عبرت عن الراتب والله يعينها الشهر طويل. عن الشهر. لا اليوم انا مسوي لكم رسمة حلوة عن المخفي، لان الحين زادوا نسبة المخفي 50%، فمسوي سيارات على شكل عميان وماسكين العصر البيضة، وكل واحدة تمشي ما أدري إذا بتعرضوها يكون جميل. حلو في صور أكيد راح يعرضونها لنا الحين على الهواء، نشوف بعض من هذه حيصل. الصور ننتظر بس لغاية أيوة هذه من ضمنها هذه طريقة رسم الكاريكاتير، هذه الكاريكاتير يعتبر 3D صح؟ تقريباً 3D نتكلم عن الكاريكاتير 3D شو قصدك 3D؟ لا لا انا بديت تقريبا من شهر واحد اجسم الكاريكاتيرات كل ما ارسم رسمه احاول اسويها كنموذج بخشب بعجين باي شيء، بس الحين بديت تقريبا من قبل رمضان ارسم شخصيات وارسمها واجسدها 3D. في عندكم هنا صور بتعرضوها، يعني هذا نقدر نقول ان احنا هذا الفن جديد هو اللي هو رسم الكاريكاتير بال 3D صح فيصل؟ ايه انا في الامارات وتقريبا يعني في الخليج انا حصري عليه، بس بتشوفونه بعد ما تلاقي شويه صعوبه وانت ترسم الرسمه او انك توضح الرساله والهدف اللي بتوصله، يعني مو باسهل من الكاريكاتير العادي؟ لا والله بالعكس متعقيد، بس مو بهذا 3D، 3D في رسمات ثانيه بتشوف. جميل. جميل. مجسم بالعجين او بالخشب هذه يعني. اتوقع اللي هي ذكرت عنها ان المخفي صح؟ لا لا واحده ثانيه حلو زين، هاي عن شو تتكلم؟ هذه تتكلم بصراحه الدوام عندنا في الشركه لان ساعات دوام طويله وما عنده اي سوشيال لايف مقارنه بالوظائف العاديه، الواحد عنده سوشيال لايف يروح مع ربعه دلعينهم جميل. بعض الاماكن ما فيها دلع فجأة شفنا هذه الصورة. جميل يعني إنزين. مثل ما كذلك نشوف أن الفنان فيصل قاعد يرسم وقاعد يتكلم عن سلفانا في هذه الحلقة في موضوع الحلقة. أخي فيصل لو تكلمنا عن يعني تعدد المواهب، يعني أنت ما شاء الله عليك رسام كاريكاتير، ولكن لو كان هناك عندك موهبة أخرى هل تشوف نفسك أنك راح تبدع في الكاريكاتير؟ طبعا الحمد لله قبل أن أبدأ أرسم كنت أسوي مجسمات ثلاثية الأبعاد، فنصحني أشكر له صراحة وحيي أخوي عماد صالحي رسام كاريكاتير عالمي معروف، فقال لي ليش ما تدمج الاثنين مع بعض، فيوم دمجت الاثنين مع بعض الحمد لله طلعت بنتيجة طيبة. نعم انزين فيصل، يعني انت قبل لا ترسم رسمه او لوحه كاريكاتيريه تكون يعني مخطط للرسمه، ولا انت بس من تمسك القلم بروح الافكار تجي لك وبروح الرسمه تطلع؟ والله مثل ما قلت لك اذا في موضوع معين نسوي مثلا نجهز مثلا موضوع المخفي او موضوع الحياه الاجتماعيه، تشوف يعني شو اللي مستوي في الشارع العام او شو من القوانين الجديده اللي نزلت او مثلا تنزلها بشكل فكاهي. بس مثلا الكاركتير الاشخاص لا بالعكس، ساعات ربعي او حد قدامي عندي في شركه يقول لي يلا ارسمني،
فشوفوا ونحاول نبالغ فيه. حلو يعني يطوف الوقت عائشة. زين اخي فيصل، تكلمنا عن الوقت اللي تاخذه في الرسمة الواحدة. والله يعتمد، في رسمات تاخذ 10 دقائق، في رسمات 10 ايام. فعلى حسب. اذا بنتكلم عن رسمة صباح الشرقية كم الوقت بتاخذ؟ هذه تقريبا خط فيها 4 ساعات، والحين يبغى لها تقريبا اكيد هالاربع ساعات على وجه محمد. انا لا لا يعني ما شاء الله ما شاء الله، انا للحين بعد ما خلص عائشة انت ما شاء الله خط يوم كامل. يعطيك العافية الصراحة فيصل، يعني رسمة حلوة فيها تفاصيل أكيد. صغيرة. بنتكلم عن الأقلام أو الألوان اللي أنت تستخدمها في الرسم الكاريكاتير، يكون في نوع معين؟ والله حاليا أنا أفضل الأقلام شو اسمه الفحم، لأن الفحم يعطي وضوح. هذا مش رصاص؟ لا لا هذا مش رصاص، هذا فحم. اللي يختلف عن الرصاص هذا رصاص. الرصاص أرسم رسمة بدائية وبعدين بالفحم التضليل. يعني عشان أنت رسمت بالفحم. أنا برصاصتي بالفحم. لا لا ترى بعدين. أبا وشيء لا لازم نلونه بالفحم. بس أرسم صراحة رسومات ديجيتال بالش اسمه بالألوان، وأرسم ألوان مائية الحمد لله، وأرسم الكريليك. الحمد لله ما تتقيد يعني بنوع معين من الألوان. والله على حسب، أنا أفضل صراحة الفحم وأفضل الألوان الخشبية. إذا رسم بالفحم فيصل، إذا أنت جيت رسمت جزء وكان في شويه غلط بسيط تقدر تمسحه وتعدله؟ اي عادي عادي اقدر امسحه، يعني كان كان الرسم بالرصاص. جميل اخوي فيصل، احنا لو تكلمنا عن الجوائز اللي حصدها من خلال هذه الموهبه. والله والجائزه الحمد لله تقديركم وشكركم وتمثيل الدوله، هذا اكبر شرف لي صراحه. بس للحين بعد ما في جوائز يعني للحين. بس ان شاء الله في الطريق، بس إن شاء الله بتحصل كوني ان مثلت الدوله هذا صراحه أكيد اكبر جائزه. مثلته في الكويت ومثلته في المغرب، فالحمد لله رب العالمين. هذا تعتبر جائزه كبيره لك ولنا كذلك. اكيد يعني صحيح. فيصل انت حريص انك انت تشارك بمهرجانات بفعاليات تكون خارج الدوله وتمثل دولتنا وترفع راس دولتنا. فانت أكيد يعني قول لي فيصل، اكيد في بعض الاشياء او بعض الامور اللي تتعلمها من خلال هاي المشاركات. يعني نحن لو بنتكلم عن بعض الاضافات اللي تضيف للفنان في مشاركاته مثل هالمهرجانات والفعاليات، شو ضافت لك انت بالذات؟ والله أول شيء تبادل الخبرات بيني وبين الفنانين، فهذا أكبر شيء صراحة. تخيل أنا كنت أشتغل بروحي في البحر وما حد يدري عني، فالحمد لله بديت أتعرف على الشباب وبدينا نتواصل ونتبادل الخبرات، فهذا أكبر شيء. وبعدين الواحد يعني لازم يتعلم يكون في تواصل، يعني مو بأسلوب واحد ونستمر عليه طول الحياة، لازم واحد يطور أسلوبه. فلما تبادل الخبرات مثل ما قلت لك، لما رحت مع حماد صالحي نصحني أن أدمج الفنين، فهذا يعني في كل سفرة أنت تتعلم لك شيء جديد في هذا المجال. والله صراحة أنا أحب أسافر في دول الخليج، تقريبا كل شهر لي سفرة، كل مرة أحاول أتلاقى تتعلم أو أن تشوف تجربة يعني جديدة، أن نستغل السفرة في التواصل مع الشباب. جميل جميل أخي فيصل، أنت ما شاء الله عليك خريج هندسة، وأنا هذا توني صدمني هالسؤال، أن أنت ما شاء الله خريج هندسة ورسام كاريكاتير، يعني كيف تحاول أن تربط تخصصك بالهواية؟ والله الله يسلمك، أنا كنت يعني أحب الهندسة من قبل، فكنت أسوي أعمال خشبية مثل ما قلت لك نماذج، فكنت أرسم عشان أوظف مثل ما تقول أسوي تخطيط حق الأعمال اللي أسويها. نعم. فبس ما كنت أرسم شخصيات، فشوي شوي احتجت أن أرسم شخصيات. مثلا آخر مرة سويت لقاء معاكم، جات المذيعة أعطتني ورقة وقلم قالت لي أرسم، أنا ما كنت أرسم شخصيات، بس حاولت أضغط على نفسي وأتعلم. والحمد لله حي مركز التوحد في أبوظبي سوى لي دعم خاص واستضافوني في فعالية عندهم، وكنت أرسم لايف بشكل مباشر للأطفال اللي هناك موجودين. صراحة هذه كانت نغلة من النوعية حقي. نعم. إن أتعلم وأضغط على نفسي. وبعدين أشكر شركة نوال للطاقة، نفس الشيء كان عندهم فعالية واستضافوني عندهم إن أرسم موظفين. فالحمد لله الدعم المحلي يعني بدا شوي شوي يطلع، محصل دعم مو مقصرين وياك الحمد لله، بس ما حد يدعمني بالسياره يعني يدعمني. زين فيصل، الحين كم شو باقي في رسمه محمد؟ عاشه تبغى تخرب عليك في رسمتي. لا هو كرسم اوكي، بس يبغى له تضليل شوي شوي، بس تضليل. زين احنا نبغى نشوف الرسمه على نهايتها كيف بتكون، ما بقى من الوقت شيء. لا لا حتى لو ما خلصت برسلكم اياها ان شاء الله. جميل حلوه الرسمه، يعني حتى ما شاء الله حتى الخط اللي كاتب فيه صباح الشرقيه يعني خط مختلف، خط جميل كذا. انا بعد في هالمجال حاولت ادخل في الخط، هذا خط كوفي فاطمي صراحه هو الخط المفضل لي، احاول شوي شوي ادخل على الخط يعني بعد نفس الوقت. يعني الكاريكاتير هو نقدر نقول انه هي موهبه شامله، يعني الواحد اذا بيدخل في هالمجال لازم يكون عنده حس فني، حس
فكاهي، ايضا يتميز مهاره الخط، لان احنا نشوف الكاريكاتير اللي نحن نتابعه دائما يكون في نص والخطوط تكون متنوعه فيه. عايشه شوي هذه الرسمه مرسومه هني حتى، بس شعار صباح الشرقيه انا حاولت اغش نفس الطاوله بس لا حلو الشعار حلو، حتى طريقه الرسم كانت حلوه. الله يخليك. لا الله يسلمك، ترى في انواع الكاريكاتير الحين احنا كفنانين في الخليج نتجه للكاريكاتير الصامت عشان نوصل للعالميه، لان تعرف اذا تغيرنا مثلا بخط معين او لغه معينه هذه بتكون مجال محدود، بس الكاريكاتير صامت هو ابلغ صراحه. جميل في توصيل الرساله ان شاء الله. فيصل القاسمي صراحه يعني نحن استمتعنا معاك واستمتعنا بهالرسمه الكاريكاتيريه الحلوه. نحن عارف ان وهي محمد تعبك يعني. ايوه محمد ما عليه ما شاء الله. انت وجهك عايشه تعرفين كم ساعه اخذ؟ خذ 6 ساعات البارحه، يعني هو يقول البارحه شغال على الصوره فخذ 6 ساعات على صورتك بس، ما برد عليك عشان كذا تاخرت انا. يعطيك العافيه فيصل، شكرا لك. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في هالمجال في مجالات الثانيه، في انتظار الرسمه ان شاء الله. وانتظار الرسمه ان شاء الله. ومشكور على تقبلك الرسمه، ومشكورين على الاستضافه والدعم هذا صراحه. يعطيك العافيه. وهذا شيء محمود لقناه كلبه والشيخ سلطان. شكرا وان شاء الله نشوفك كذلك في المحافل الخارجيه، كذلك بعد تمثل الدوله في كذلك اماكن يعني كثيره وفي مختلف دول العالم ان شاء الله. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه فيصل، مشكور. حياك الله. طبعا مشاهدينا من الابداع الكاريكاتيري راح ننتقل الى ابداع من نوع اخر. بننتقل معاكم الحين الى فقره جديده في صباح الشرقيه، وهذه الفقره ان شاء الله بتكون خاصه بالعنايه بالزهور والزراعه المنزليه. خلينا نشوف التقرير ونرجع من بعده. صباح الخير أعزائنا المشاهدين. طبعاً مثل ما بنعرف هناك فوائد عديدة من زراعة النباتات والقيام بأعمال البستنة داخل الحديقة. طبعاً من فوائد زراعة النباتات مثل ما بنعرف في عنا فوائد جمالية، ممكن نزرع النبات لرائحة الزهر لإله، ممكن لأسباب طبية، ممكن استخدامهم بالغذاء لإلنا مثل الخضروات والأعشاب. لكن هناك أيضاً فوائد صحية من خلال قيامنا بأعمال البستنة داخل الحديقة. هناك 6 فوائد رئيسية بنقوم فيها أو بنستفيد منها عند قيام بأعمال البستنة داخل الحديقة. وأول فائدة هي عبارة عن تخفيف من التوتر، حيث أثبتت الدراسات أنه بالقيام بأعمال البستنة اليومية بتقوم على تقليل مستوى هرمون الإجهاد في الجسم اللي هو هرمون الكورتيزول، بالتالي فإحنا بنخفف من التوتر اللي بيصيبنا أيامنا اليومية. الفائدة الثانية هي تعزيز وتحصين الجهاز المناعي للإنسان، لأنه عن طريق التعرض للأتربة وللأوساخ وللنباتات منقوم بتعزيز وتقوية الجهاز المناعي للإنسان. أما الفائدة الصحية الثالثة فهي حتكون عن طريق التمرين والتدريب، بحيث أنه عندنا كل 3 ساعات عمل من البستنة المعتدلة، مثل القيام بقص العشب أو عمليات التقليم للنباتات أو تسميد النباتات أو رشها بالمبيدات الحشرية. كل هاي الأعمال تعتبر أعمال بستنة معتدلة بإمكاننا القيام فيها. هاي 3 ساعات من أعمال البستنة بتعادل ساعة واحدة داخل الصلاة الرياضية أو في الجيم. الفائدة الصحية الرابعة فهي البكتيريا النافعة، تعتبر التربة فيها مضادات للاكتئاب طبيعية، بالتالي راح تحسن من مزاجنا وصحتنا بشكل أفضل من خلال تعاملنا مع النباتات. أما الفائدة الخامسة فهي راح تكون عبارة عن وقاية وتجديد للدماغ، بحيث أثبتت الدراسة أنه القيام اليومي بأعمال البستنة راح تقلل بنسبة 36% التعرض لمرض الخرف. أما النقطة السادسة من الفوائد الصحية للنباتات
فهي راح تكون عبارة عن نظام غذائي صحي أخضر، بحيث إنه الناس اللي بيكونوا بيقوموا بزراعة الخضروات والفواكه بحدائقهم أو بمزارعهم أو حتى عندنا في الشرفات، بالتالي إحنا راح نستفيد من هاي الخضروات والفواكه، وبالتالي راح يصير في عندنا لشعورياً وعي أكثر بمدى فائدة يكون في عندنا نظام غذائي صحي عندنا بالمنزل، وحنكون إحنا مهتمين بهذا الموضوع، حيكون غذائنا صحي أكثر. بتمنى إنه يكون استفدتوا من هاي الفوائد الصحية، بالتالي هيك تعرفنا إنه الفوائد للنباتات ما بتقتصر على الشكل أو رائحة الأزهار أو أشكالها أو إنه يكون في عندنا منظر جمالي بالحديقة أو بالشرفة، لا كمان إحنا هيك عم نحافظ على صحتنا بالقيام بهذه الأعمال البستنة داخل الحديقة. فلهيك بنصح كل مشاهدينا إنه لازم نستمر بأعمال البستنة أو القيام فيها، لأنه أكيد رح تكون إشي كتير مفيد لصحتنا وصحة أجسادنا وعقلنا كمان. بتمنى يكون عجبكم تقريرنا لهذا اليوم، وشكراً لمتابعتكم لإلنا. طبعا مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير تكلم عن الورود واشياء جميله مثل ما شفنا الاخت يعني عرفتنا على طريقه كذلك تزيين الورود، نعم. راح نطلع معاكم الحين لفاصل قصير في صباح الشرقيه ونرجع بعدين نتواصل، خليكم ويانا.